الاجسام والاجساد الذي خلقها الله تعالى. وعم عملنا تحكيم وعم عملنا يوم 16 ماي 2003 فقدت زوج الابن ديالي كيف ما فقدوا مجموعة من الأسر المغربية أفراد من الأسر ديالهم، وتصابوا عدد كبير من الجرحى والمعطوبين ولا اللي فقدوا العمل ديالهم. 20 سنة مرت ليست بالسهلة، هي مدة طويلة وطويلة جدا عشناها احنا الضحايا بالمعاناة ديالها بالألم ديالها بالمسؤولية ديالها، لأن عندنا المسؤولية الأولى حتى لا ننسى، عندنا المسؤولية ديال الأبناء ديالنا، خصنا نوفر لهم ظروف جيدة للدراسة وللعيش بصفة عامة، ومسؤولية البقاء على قيد الحياة من أجل ضحايانا، وحتى لا نركع مرة أخرى أمام يعني إرهاب الإرهابيين، خصنا نبقينا نحن صامدون وصامدات. وإحنا في الجمعية المغربية لضحايا الإرهاب اللي كانت رأسها عندنا هذا الشعار اللي هو كل سنة كانوا وقفوا من أجل إحياء الذكرى تحت شعار حتى لا ننسى، وكنقوموا في خلال السنة بواحد الحملة كبيرة تحسيسية في صفوف التلاميذ والمؤسسة التعليمية للتحسيس بخطورة التطرف والإرهاب، ولحث الأبناء ديالنا بالتشبث بالمبادئ الكونية اللي كانت قسموها مع الإنسانية جمعاء، وعلى أن أول شيء خصهم يفكروا فيه هما الدراسة ديالهم والأسر ديالهم، وكيف ما كنتمنى ما يكونش ضحية آخر أو أخرى، كنتمنى على أبنائنا ما يكونوش يعني مستقطبين من طرف الخلايا الإرهابية للزج بهم في بؤر الإرهابية. يعني إحنا بصفة عامة من أجل الحياة في كل الظروف. اليوم كنحيو الذكرى 20 ديال الانفجارات اللي وقعت في الدار البيضاء بالمآسي ديالها، لأن الأثر ديالها باقي مجسد في الأجسام ديالنا، راه كيبان الأثر ديالها، أن العين اليسرى ما عنديش، وأن الأذن الطومبون ديالها الطبل ديال الأذن ديالي تا هو مفرقع، وحاسة الشم مشات ليا، وعندي الحديد من هنا حتى لتحت ديال الرجل ديالي. هادو هما الأعطاب ولا العاهات اللي بقاو في الجسم ديالي مدى الحياة. وهاد الذكرى ملي كنديروا الوقفة هادي لتنديد بالإرهاب، وباش وكنترحموا على الضحايا اللي توفوا، وكنشوفوا بعضياتنا، لأن هاد 16 ماي كتخلينا نتلاقوا مع ناس مرة في السنة من بين الضحايا، كنشوفوا واحد المرة وكنحيوا هاد الذكرى هادي. والمغزى من الوقوف ديالنا هو أنه كنبغوا دائما نبينوا لهذوك المتطرفين بأن حالتنا الجسديه فين وصلت من بعد هذوك الانفجارات، وباش ما تعاودش هذه المسائل هذه في البلاد عندنا، والبلاد تكون ان شاء الله يكون فيها السلم والامان الى مدى الحياه ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.